من موقع المصدر أونلاين، اليمن شهد في عام 2019 تفشيا مخيفا للأمراض والأوبئة. ومن لوفيغارو، الرئيس ترامب يقول إيران لم تربح أبدا أي حرب، لكنها أيضا لم تخسر أي مفاوضات. ومن أخبارنا المنوعة، ثلاث نساء يتسببن في احتراق قفص القرود بحديقة حيوان. أهلا بكم. شهدت اليمن في عام 2019 تفشيا مخيفا للأمراض والأوبئة، وهو العام كما يقول المصدر أونلاين الذي شرعت فيه دول الشرق الأوسط بتنفيذ اتفاقية تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، والتزمت اليمن نظريا بتنفيذها. تحول اليمن إلى مستنقع للأمراض والأوبئة وسط تحذيرات دولية من تدهور الأوضاع الصحية في بلد أكثر من نصف مرافقه الصحية لا تعمل، وثلثا سكان بحاجة لرعاية صحية. لا توجد إحصائيات دقيقة وشاملة لضحايا الأوبئة في عام 2019، وهو انعكاس للوضع العام الذي تعيشه البلد نتيجة الانقلاب والحرب التي نتجت عنه والدائرة منذ أكثر من 5 سنوات. أبرز الأوبئة التي انضمت إلى الحرب في حصد أرواح اليمنيين كانت الكوليرا وحمى الضنك والديفتيريا وإنفلونزا الخنازير والحمى الفيروسية. منظمة الصحة العالمية رصدت 913 حالة وفاة بالكوليرا في اليمن و 696,537 حالة يشتبه إصابتها بالوباء منذ مطلع عام 2019 وحتى نهاية سبتمبر الماضي. تقول الكاتبة بشرى المقطري إن اليمن أصبح في تفاصيل الكارثة، وتضيف أيضا في مقالها المنشور بصحيفة العربي الجديد: في مجتمع كالمجتمع اليمني يتجه كل يوم نحو كارثة شاملة في مختلف مناحي الحياة، بحيث لا يمكن حصر تبعاتها وأثرها المأساوي على حياة اليمنيين، وذلك في ضوء استمرار تجاهل سلطات الحرب والمجتمع الدولي أبعاد الحالة الإنسانية المتدهورة في اليمن وتقاعسهم عن إيجاد حلول جذرية لها. فقد كرست بيئة الفقر والخراب في اليمن طوال سنوات الحرب واقعا لا إنسانيا، شل قدرة اليمنيين على مواجهة متطلبات هذا الواقع القهري المفروض عليهم. تكشف العقلية الإجرامية عن نفسها في أداء سلطات الحرب المحلية في اليمن، فقد نجحت سياستها في تخليق بيئة مثالية لموت اليمنيين، حيث فاقمت سياسة الإفقار الممنهج التي اتبعتها سلطات الحرب من الوضع الكارثي لليمنيين، إذ اتسعت رقعة الفقر حتى شملت معظم الشرائح الاجتماعية، وأصبح هؤلاء عاجزين تماما عن تدبر معيشتهم اليومية، وكذلك وقاية أنفسهم من الأمراض بما في ذلك افتقارهم لنفقة العلاج. كما ضاعفت أزمة رواتب موظفي الدولة من هذه المعاناة، حيث حرم معظم الموظفين الحكوميين من القدرة على علاج أنفسهم، فيما أسفرت أزمة الرواتب عن نتائج كارثية أخرى، وهي مراكمة القاذورات في المدن اليمنية لعدم حصول العاملين في قطاع النظافة على أجورهم. الأخطر من ذلك ما وصل إليه مستوى تأثير الأدوية في غضون الحرب على حياة اليمنيين، فقد سيطرت سلطات الحرب وأنصارها على سوق الدواء في اليمن، حيث جعلتها تجارة رديفة لمصادر دخلها غير المشروع. السياسة اللا أخلاقية لسلطات الحرب المحلية الميليشياوي منها والشرعي لم تكتفي باستدامة بيئة الموت في اليمن، بل حولت كارثة تفشي الأوبئة إلى موسم مربح لتحصيل الأموال من المنظمات الدولية. في يمن الحرب والفقر والأوبئة كل الطرق تؤدي إلى الموت الرخيص، إذ لا جديد في هذا العام سوى استمرار موت اليمنيين جراء حياة لا إنسانية مهينة وغير عادلة، يحصدون وحدهم ثمرتها المريرة فيما ينظر العالم كعادته بتأفف ونفاد صبر لمحنة مختلقة يكتوي بنارها اليمنيون. قالت نقابة الصحفيين اليمنيين كما نقل عنها موقع يمن مونيتور إنها رصدت 134 حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية خلال عام 2019. وأكدت النقابة في تقريرها السنوي أن الانتهاكات ارتكبتها أطراف عدة أظهرت خصومة شديدة تجاه الحريات الصحفية، وانتهجت سياسة التنكيل والتخوين تجاه كل مختلف عنها وكل صاحب رأي. ولفتت إلى أن الانتهاكات تنوعت بين
الاختطافات ب 31 حالة، ثم الاعتداءات ب 24 حالة، والمحاكمات والتحقيقات ب 23 حالة، والتعذيب ب 15 حالة. ولفت تقرير النقابة إلى أن جماعة الحوثي المسلحة ارتكبت 62 حالة من إجمالي الانتهاكات، تليها الحكومة الشرعية ب 44 حالة انتهاك، فيما قيدت 13 حالة ضد جهات مجهولة. وأيضا ارتكب موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي 10 حالات. يتحدث موقع المشاهد نت عن قصة كفاح علياء المقطري التي بدأت بالاشتراك في جمعيات صغيرة لتوفير المال وهي في المرحلة الإعدادية من التعليم الأساسي، إذ كانت تدفع ما بين 15 و 20 ألف ريال لكي تشتري احتياجاتها، واستمرت في هذا العمل، لكن في مرحلة لاحقة فكرت بإمكانية فتح مشروع تجاري. وباتت علياء اليوم مالكة محل تجاري لبيع الحقائب والأحذية ومستحضرات التجميل في شارع بمدينة الحديدة. تقول علياء لموقع المشاهد: يستطيع الإنسان بالإرادة القوية أن يحقق كل شيء ويهزم المستحيل حتى وإن واجهتنا صعوبات وقست الحياة علينا. لم تتمكن علياء من تكملة دراستها الجامعية، إذ تزوجت وهي في عمر 19 عاما، لكنها قررت الحصول على دبلوم اللغة الإنجليزية والحاسوب لتدعيم شهادة الثانوية بعد زواجها. ثم التحقت بكلية التجارة في جامعة الحديدة. مع مرور الوقت ازدادت مسؤولية علياء، فهي أم لأربعة بنات وزوجها عامل بسيط، فقررت افتتاح المشروع الخاص به بعد الاشتراك في جمعية لمدة عامين بنصيب 2,400,000 ريال يمني في الشهر. وعندما حان دورها في استلام الجمعية افتتحت محلها، لكنها تقول إن الأرباح لا تزال بسيطة لأن مبيعات الأحذية والحقائب موسمية. عن اغتيال سليماني ودلالاته وتداعياته، كتب ياسر الزعاترة في موقع عربي 21 وقال فيه: لا زالت أصداء اغتيال قاسم سليماني تتوالى على كل الأصعدة في الإقليم وعلى مستوى العالم أجمع، وستبقى كذلك إلى حين. فهذا الرجل ليس شخصا عاديا بحال، والمسمى الذي يحمله قائد فيلق القدس في الحرس الثوري لا يعبر بحال عن حقيقة مكانته في المنظومة الإيرانية خلال 3 عقود، إذ يكاد يتفوق في أهميته على خامنئي نفسه. بدون تردد يمكن القول إن سليماني هو مهندس مشروع التمدد المذهبي الإيراني لجهة التخطيط والتنفيذ في آن معا، وهذه حالة غريبة ومثيرة، وتعبر من جهة أخرى عن قدرات الرجل الاستثنائية، حيث كان يتنقل من بلد إلى آخر ويشرف بنفسه على معظم تفاصيل المشروع. هذا الاغتيال يرد ابتداء على تلك التحليلات السطحية التي كانت تتحدث عن تحالف إيراني أمريكي، ولا ترى أن الفوائد التي جنتها إيران من المغامرات الأمريكية هي نتاج طبيعي لعبثية تلك المغامرات ولذكاء الاستثمار من الطرف الإيراني، وإن كان بعيدا عن المبدأ والشعار في أحيان كثيرة، كما هو الحال في الملف السوري واليمني على وجه التحديد، حيث انحازت إيران لصالح طاغية ضد شعبه، وفي اليمن بجانب أقلية انقلبت على ثورة شعب رائعة. والحال أن ذكاء استثمار إيران لمغامرات واشنطن لم يتواصل، فقد أصيب قادة المشروع، مشروع التمدد، بحالة من غرور القوة بعدما حققوه في العراق، بجانب انتصار حزب الله الأول في عام 2000 والثاني في عام 2006 على الكيان الصهيوني. فكانت كارثة التدخل في سوريا التي قلنا مرارا إن قادة إيران سيتذكرونها بوصفها أسوأ قرار يتخذونه منذ الثورة عام 79. غرور القوة الإيراني هو الذي أفضى إلى هذا المأزق الذي جعل اتخاذ قرار باغتيال سليماني أمرا ممكنا. صحيفة لوريون ليغور اللبنانية الناطقة بالفرنسية قالت بأنه بعد مقتل سليماني الحوثيون يدعون إلى انتقام سريع، حيث دعا الحوثيون الذين تدعمهم طهران إلى أعمال انتقامية سريعة ومباشرة بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في العراق على يد القوات الأمريكية. وكان الجنرال سليماني الشخصية المحورية في الجمهورية الإسلامية ومبعوث طهران للشؤون العراقية، قد قتل مع زعيم آخر موال لإيران في العراق بغارة أمريكية في بغداد. تمت الغارة من قبل الرئيس دونالد ترامب بعد 3 أيام من هجوم غير مسبوق على السفارة الأمريكية.
محمد علي الحوثي المسؤول البارز في المجلس السياسي للمتمردين قال في حسابه على تويتر: ندين هذا الاغتيال، والانتقام السريع والمباشر هو الحل. أما صحيفة لو فيغارو الفرنسية فقالت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غرد بعد ساعات قليلة من مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي قتل في العراق بغارة أمريكية. إيران لم تربح أبدا أي حرب، لكنها أيضا لم تخسر أي مفاوضات. البنتاغون قال في بيان له إنه تم إطلاق عملية قتل قائد فيلق القدس بناء على أوامر ترامب. كان الرئيس الأمريكي حتى هذه التغريدة أو تحت هذه التغريدة مرتاحا لنشر صورته على رايته المرصعة بالنجوم، وقام بنشر سلسلة من التغريدات المتعلقة بوفاة سليماني. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم غرد دونالد ترامب مرة أخرى عن مقتل الجنرال قاسم سليماني. وفقا له فإن هذا الأخير قتل وأصاب بجروح خطيرة آلاف الأمريكيين على مدى فترة طويلة من الزمن، وخطط لقتل أكثر من ذلك بكثير، وكان مسؤولا عن ذلك بشكل مباشر وغير مباشر. أضاف ترامب في واحدة من تغريداته: إذا لم تتمكن إيران من الاعتراف بذلك بوضوح، فإن سليماني كان مكروها وخائفا في بلاده، كان يجب أن يقتل منذ سنوات. أما وزير الخارجية الأمريكي مايك بامبيو فقال إن الولايات المتحدة بحاجة إلى خفض التصعيد بعد وفاة الجنرال الإيراني. رهان المستقبل، هذا ما اختاره الكاتب ممدوح عزام لمقاله في العربي الجديد، وقال في جزء منه: باتت السينما والتلفزيون أي الفيلم والمسلسل حقولاً للصراع الأيديولوجي كما كان يحدث بالفعل، إذ يتبارى المخرجون وكتاب السيناريو في إعلان مواقفهم السياسية والفكرية من الأحداث التي مضت، خاصة خلال السنوات العشر الماضية من حياة بلادنا في أعمالهم. ويبدو حتى الآن أن بوسع من يمتلك التمويل والأرض للتمثيل أن يكون قد استحوذ على العدد الأكبر من الممثلين وعلى عدد آخر من المخرجين، وهؤلاء جميعاً متوفرون هذه الأيام في جانب الأنظمة الحاكمة أن ينتج أعمالاً ما تتفوق كمياً على ما لدى الجانب الآخر، وهم أنصار الثورات العربية. ويبدو أن الحرب نفسها قد كانت حتى اليوم إلى جانب الغالبين من الناحية الأيديولوجية، ففضلاً عن امتلاك وسائل العنف ذات الطابع الرسمي أي الشرطة والجيش وأجهزة الأمن التي يقر العالم أساساً بشرعيتها لدى الحاكم مستمداً من علم الاجتماع مادته العلمية، فإن تلك الأنظمة هي المالكة أيضاً لوسائل الدعم الفكري والسياسي، فهي التي تملك الصحف والمجلات مثلما تملك شركات الإنتاج السينمائي وإدارات التلفزيون في جميع البلدان العربية. ولهذا فإن كفة الميزان تميل لصالح هذه الأنظمة في الصراع الأيديولوجي على صعيد فني، السينما والتلفزيون على الأقل من الناحية الكمية، غير أن انتصار الكم في المجالين الفنيين السابقين أو في أي مجال فني لا يعني أن بالوسع تحقيق التفوق على الصعيد النوعي، أي من حيث القيمة الفنية أو على الصعيد الأخلاقي. وهذه المراهنة قد تبدو أحياناً مؤجلة للمستقبل، حيث يحكم التاريخ على ما يمكن أن يكون قد انحاز إلى جانب القوة الغاشمة أو ناصر الموقف الإنساني ودافع عنه، كما يمكن أن تكون مكشوفة في الحاضر. وإذا كانت السينما أو الإنتاج التلفزيوني قد قدما حتى اليوم محاولات في ادعاء قول الحقيقة عن الحاضر، إذ تبدو بعض الأعمال التي أنتجت للسينما وكأنها تقرر ما يشبه نهاية التاريخ المحلي، فإن الفن لم يكن في أي يوم حقلاً لليقين. عربي بوست نقلت عن صحيفة الأندبندنت البريطانية قولها بلغة حاسمة إلى أن كارلوس غوسون الذي هرب من اليابان بعد اتهامه بقضايا فساد لن يكون في مأمن بعد وصوله إلى لبنان، وذلك على خلفية زيارة سابقة له لإسرائيل. تقدم مجموعة من المحامين
بشكوى إلى القضاء اللبناني، قالوا فيها إن زيارته إلى إسرائيل بمقتضى منصبه كرئيس لشركة نيسان تمثل جريمة بموجب القانون الذي يحظر على المواطنين التعامل مع عدو لبنان اللدود والذي دخل في حالة حرب مع لبنان منذ 60 عاما. من شأن هذا الاتهام أن يضع رجل الأعمال في موقف أصعب من أي اتهامات بالاختلاس وارتكاب المخالفات المالية التي تعتبر ممارسات معتادة بين نخب المجتمع اللبناني شديدة الفساد. وفي حالة إدانته فقد يواجه غصن المولود في البرازيل والذي يحمل جوازات سفر لبنان وفرنسا عقوبة بالسجن تصل إلى 15 عاما في لبنان بحسب مسؤولين قضائيين. يقول موقع دي دبليو إنه بعد الحريق الذي شب في حديقة الحيوان في مدينة كريفيلد الألمانية ليلة رأس السنة وتسبب في نفوق العديد من القردة، أعلنت الشرطة أن امرأة وابنتيها تسببنا في الحريق وتواجه النساء خطر السجن 5 سنوات أو غرامة مالية. كما أعلنت الشرطة الألمانية أيضا أن امرأة في الستين وابنتيها تسببنا في الحريق الذي شب في قفص القرود بحديقة حيوان، وذلك من خلال استخدام فوانيس السماء صينية الصنع. اتصلت السيدات الثلاث بالشرطة وأوضحن أنهن في ليلة رأس السنة أطلقن 5 فوانيس من هذا النوع في الفضاء. جيرد هوبمان رئيس المباحث قال خلال مؤتمر صحفي إن 4 من هذه الفوانيس تم ضبطها، إلا أن 5 تسبب بدرجة تصل إلى حد اليقين في الحريق الذي شب في حديقة الحيوان ونفق فيه العديد من قردة الشمبانزي. وأضاف هوفمان أن النساء 3 هن الآن في حالة مزرية تماما، مضيفا القول: أرى أنها شجاعة، اتصلنا بالشرطة وقولهن أنهن مسؤولات عن الحريق فيما يتم التحقيق الآن معهن بشأن الاشتباه في إشعالهن حريقا بسبب الإهمال. إبراهيم جابر إبراهيم كتب مقالا في صحيفة الغد الأردنية تحت عنوان المعرفة والخبز، قال فيه: لا أحد يستطيع أن يبرر لماذا أعلت الأمم تاريخيا من شأن الفلاسفة والحكماء ووقرتهم أكثر من العمال والصناع، رغم أن الحكيم لا يقدم للناس سوى رزمة من الأقوال المأثورة، فيما يقدم الخباز مثلا رزما من الأرغفة يصطف كل الحكماء لشرائها. فضلا عن أنك لكي تتأمل هذه الحكم وتتمعنها ستحتاج إلى الخبز قبل ذلك، فأنت تستطيع قضاء يومك بدون موعظة أو قول مأثور، لكنك لا تستطيع قضاءه من دون خبز. والطريف أيضاً أن الخباز قد يستغني عمره كله عن الحكيم، لكن الحكيم لن يستطيع أن يتدبر أمره يوماً واحداً من دون الخباز. ورغم المحاولات الدؤوبة التي بذلتها النخبة لسرقة أو استعارة الأهمية الفائقة من الرغيف وإسباغها على المعرفة، لكن التاريخ لم يسجل بعد وفاة أي شخص بسبب ضحالة معرفته، لكنه كان شاهداً على وفاة الملايين بسبب الجوع والفاقة. كما أن قلة المعرفة لم تصب أحداً بالأرق، فأخ الجهالة في جهله ينعم كما قال الشاعر. وكم من الناس البسطاء قليلي الثقافة ينامون راضين منذ المغيب فيما يتقلب الجوع وهم يشدون على بطونهم ساخطين. ليست هذه حتماً مرافعة تعلي من شأن الجهل وتضعه في مقاربة مضطرة مع الجوع، لكنها محاولة لقراءة الأمر على وجه آخر. لماذا ارتبط الإعلاء من شأن الثقافة بطبقية ما؟ ولماذا صنعت المعرفة طبقتها الغاشمة وهي في طريقها لاجتثاث التمييز كما زعمت؟ لذلك لم توجد المعرفة الرعوية التي تظل مقيمة في طبقتها الاجتماعية وتمارس وظيفتها بالزي التقليدي للعامل أو الصانع. أقصد تلك المعرفة البسيطة، المعرفة التي تشكلت من الطبقة وليس ضدها. أقصد معرفة الخباز التي لم يفكر أحد بشرائها واكتفوا بالخبز، رغم أنها معرفة تم إنضاجها طويلاً واختبارها دائماً على نحو لا يحدث لتلك المعرفة الرصينة التي احتفظ بها في الكتب كما يحدث للمجمدات.
موقع عربي 21 نشر صورا قال إنها أفضل الصور الملتقطة من الفضاء عام 2019. نتابع جزءا من هذه الصور. والآن مع فقرة رسم الكاريكاتير والتي تعبر عن قضايا عديدة نتابع. وبهذه الرسوم نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.